أهلا بكم من جديد. بعد يومين فقط من حبس صحفي الجزيرة الإنجليزية، أصدرت محكمة جناح السويس حكما بالسجن 3 سنين على الصحفي عبد الرحمن شاهين الصحفي لاتهامه باعتداء على قوات الأمن والجيش بالسويس. كما أعلن الدكتور علاء الأسواني أحد الكتاب الذين ساندوا بقوة الانقلاب العسكري، أعلن توقفه عن الكتابة مبررا ذلك بأنه لم يعد مسموحا الآن إلا برأي واحد وفكر واحد وكلام واحد، ولم يعد مسموحا بالنقد والاختلاف في الرأي، لم يعد مسموحا إلا بالمديح على حساب الحقيقة. كما أعلن السيناريست بلال فضل أن مسلسله أهل اسكندرية الذي كان من المقرر عرضه في رمضان ويتناول فساد الداخلية قبل ثورة يناير لن يرى النور، متهكما بقوله إنه من الأفضل الآن الإفراج عن مبارك وحبيب العدلي من السجون. فإلى أين وصل سقف الحرية في مصر؟ وهل أصبح المنع من الكتابة والمنع من العرض والاعتقال والسجن مصير كل من يجرؤ على الكلام؟ يبدو أن مسلسل انتهاك الحريات الصحفية في مصر لن ينقطع، ففي آخر حلقاته حكم في مدينة السويس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على صحفي، والتهم كما هي العادة يتقدمها التحريض على العنف وتدمير الممتلكات العامة والعمل على قلب نظام الحكم جملة واحدة. الصحفي عبد الرحمن شاهين هو آخر ضحايا صاحبة الجلالة في مصر. أسرة الصحفي تقول إن القاضي لم يكلف نفسه حتى بإعلام محاميه بالحكم الذي عرفوه من وسائل الإعلام. موجود رفضوا اللي هم يبلغونا بالحكم، والقاضي اسمه عمرو عبد المطلب قال هو الحكم ما جالهوش واحنا هننزله بكره عشان نقول لكم الحكم. فوجئنا بعد كده على حوالي الساعة 9 بالليل إن بعض وسائل الإعلام بتقول الحكم بتاع عبد الرحمن بدون علمنا. ويأتي الحكم في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية على الصحافة في مصر، والتي كان آخرها الأحكام التي صدرت ضد 9 من صحفيي شبكة الجزيرة في القاهرة بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 7 و10 أعوام. الاعتداء على الصحافة وتكبيلها في مصر أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق على كافة الأصعدة الدبلوماسية والإعلامية والحقوقية، والتي جاءت كلها منددة ومستنكرة للإجراءات التي تتخذ بحق الصحفيين في مصر وبالأحكام التي وصفت بالهجوم الوحشي على الحريات. المنظمات الدولية والحقوقية وصفت الحكم بأنه صادم ومثير للقلق على مستقبل الصحافة في مصر، وطالبت بإطلاق سراح الصحفيين وإسقاط الأحكام الموجهة ضدهم. كما نظمت عدة وقفات احتجاجية في شبكة الجزيرة ومؤسسات إعلامية أخرى في مختلف أنحاء العالم. وكانت ردود الفعل والإدانات الدولية والحقوقية قد توالت رفضا للأحكام بحق الصحفيين، حيث انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحكام ووصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالمخيفة والقاسية، في حين أدانتها عدة منظمات وهيئات دولية. واستدعت كل من بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما لإبلاغهما احتجاجهما على الأحكام. كما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية اعتزامها الطلب رسميا من السيسي العفو عن مواطنها بيتر غراست، مؤكدة أن دوافع القضية من البداية كانت سياسية. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح بديوي، مؤسس حركة الصحفيون ضد الانقلاب العسكري. عفوا، أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا أستاذ زيد، أهلا بك. ما هو رصدكم لمن هم في السجون الآن من الصحفيين؟ هو التقارير اللي احنا أعدناها في الحركة حاليا بتشير إلى وجود حوالي 54 صحفي وإعلامي في السجون المصرية، أيضا بتشير إلى تعرض أكثر من 150 صحفي وإعلامي لاعتداءات وحشية من قبل الأمن أثناء تأدية مهام عملهم، يعني إضافة إلى مقتل ما يقرب من 10 صحفيين وعدد من الصحفيين الأجانب منذ، طبعا الكلام ده منذ 3 يوليو الماضي. عدد الصحفيين اللي اعتقلوا منذ 3 يوليو حتى الآن يزيد عن 90 صحفي، البعض منه القليل منهم تم الإفراج عنه في المرحلة الأخيرة. الجديد في الأمر الآن أن العدوان على الحريات، طبعا ده بخلاف الفضائيات اللي أغلقت وعددها حوالي 7 صحفيات فضائيات، في أكثر من صحيفة برضا أيضا أغلقت.
في بعض البرامج منعت. الجديد في الأمر الآن أنه تلك التجاوزات، يعني في مبدأ بيقول لك أكلت يوم أكل الثور الأبيض، تلك التجاوزات امتدت للصحف التي تدعو للانقلاب، اللي بنسميها صحف دعائية. وفي مصر حاليا ما فيش غير وسائل إعلام دعائية وصحف دعائية، لا مكان للرأي الآخر في مصر الآن. الانقلاب بيحاول يعمل عملية سياسية من داخله، ولكن فاشل فيها حتى الآن فشل ذريع. هو يأكل نفسه ويأكل أبنائه حاليا، وآخر من تم أكلهم مثلا نجد علاء الأسواني، تم منع المقال بتاعه. هو قال ان هو اللي هيمتنع، قال ان هو اللي هيمتنع، لا امتنع، تم منعه. الفيلم بتاع الاسكندريه في المصري اليوم ما حدش يمتنع من تلقاء نفسه، يعني في المصري في الفيلم بتاع اسكندريه بتاع بلال فضل تم منع عرضه في اكثر من مناسبه بهذا الشكل والوضع ده. فهي الاعتداءات ابتدت تطل في المصري اليوم. الوطن امبارح امين الشرطه إذا بيعتدي بيشتم زميلة وبيمنحها أنها تعدي، الكلام ده قايله مجدي الجلاد اللي هو رئيس تحرير الوطن. فمجدي بيقول له زميلها اللي بيقول له عديها، أنت بتمنحها ليه والحاجة ده غلط، وأنا مش هسيبك تتعامل تسمح لك بشكل. راح أمين الشرطة قال له أنا بحترم البدلة الميري اللي أنت لابسها. فأمين الشرطة راح قالع المال من الميري وطلع جري على عربيته، جاب سنجة وراح ضارب بيها زميله عرّزه. الكلام ده بقايله مجدي الجلاد بالنص، لو بحثت على الأنتر هتلاقيه. والحاجة فتح مخه، اتجمعوا بتوع ضرب بتوع ضرب امناء الشرطه اجتمعوا ضربوا بتوع الوطن، اصابوا صحفيين وثلاث اداريين. الكلام ده بيحدث حاليا ايضا قدام الاتحاديه، لما حاولوا بعض الشباب اللي هم بتوع ثوره 25 يناير اللي هم ما في صف الانقلاب للاسف يتظاهروا ضد قانون التظاهر والوضع ده. الامن اعتقل 6 صحفيين الى جانب اعتقال اضعافهم من المواطنين والوضع ده، وحبسهم ايام واهان كرامتهم وبهدلهم وبعدين طلعهم بهذا الشكل. والتجاوزات مستمرة بحق المهنة وحق الصحافة. احنا معنا ايضا عبر الهاتف من القاهرة هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين. استاذ هشام اهلا وسهلا بك. كم صحفيا ينتسب للنقابة الان معتقل او قتل او اصيب؟ فقدنا الاتصال بهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، ربما يعود الينا في وقت لاحق. طب يعني دلوقتي علاء الأسواني امتنع عن الكتابة، أهل اسكندرية بتمنع من العرض، الصحفي عبد الرحمن شاهين اتحكم عليه النهاردة بالسجن 3 سنين، صحفي الجزيرة 7 سنين و10 سنين. ده هيودينا فين بقى؟ هيودي مصر لفين؟ طيب اسمح غير لي بس غير في 60 قبل داهية. ما يجيب جوابك اسمح لي واقعة مهمة حالا طازة ما حدش يعرفها حصلت النهاردة. في عدد من زمايلنا في جريده الشعب، جريده الشعب بتضم عشرات من الصحفيين المشردين، الصحيفه الاصليه ومغلقه على ايدي مبارك من 14 سنه، لجأوا لكل الدواهر حاليا. اخر حاجه المجلس الاعلى للصحافه قال لهم مشكلتكم سياسيه وتحتاج الى قرار سياسي في الحل، والصحفيين مشردين منهم ناس مصابه بامراض خطيره جدا وضيعه، ما فيش معاشات، فصلوهم من المعاشات، رفعوا قضيه، لجأوا للقضاء العمالي. القضاء العمالي مصدر قانوني النهارده قال لي جات له تعليمات برفض القضية ورفض إنصاف الصحفيين، وبالفعل رفض القضية النهاردة. تقدر تقول لي وأنا من الصحفيين دول طرف في القضية اللي كنت رفعها، قول لي أروح فين أنا؟ أروح فين؟ ما قعدتش غير يمسكوني يعتقلوني ويحطوني في السجن وحاكمينه ومعي طفلين صغيرين ولو مورد رزق ولا دخل وممنوع من الكتابة في مصر وممنوع من الشغل، قول لي أروح فين؟ هل أروح ألجأ لأي دولة أجنبية؟ لا، مش هسيب بلدنا وهروح بلدنا. وتحت الباطن الأرض أشرف ليا من ظاهرها. بهذا الشكل فالتجاوزات حتى الى قطع الارزاق. يعني النظم السابقه كان فيه اخلاقيات، تجويع الناس ممنوع، الوقت كله مباح، الدم مباح، العرض مباح، الجوع مباح، وللاسف نقابه الصحفيين واقفه تتفرج علينا. ماذا يفعل نقيب الصحفيين؟ مشكله جريده الشعب اللي بقى لها 14 سنه متفجره، ناس صحيفه بتصدر يومين واغتيلت علنا قدام كل المصريين عشان بتقاوم التطبيع مع اسرائيل وعشان بتتصدى للعدوان على الدين الاسلامي وعلى القران وعلى الانجيل حتى. هي صحيفه الشعب ما فيش اي نظام نصفه. ايوه ليه؟ مفيش اي ليه احنا يفضل مسردين؟ جديد في الامر انه بيتم يعني العقاب ممتد من 14 سنه، هذا نظام انتقامي. طيب. نظام مبارك عاد اشرس مما تتصور وبصوره بشعه. معنا ايضا عبر الهاتف من القاهره شيماء ابو الخير مستشاره اللجنه الدوليه لحمايه الصحفيين. اولا استاذه شيماء، تعليقكم على الحكم النهارده بحبس الصحفي عبد الرحمن شاهين 3 سنين لاتهامه بالاعتداء على قوات الامن والجيش بالسويس. هي الحكم كان صادم جدا بالنسبه لنا، خصوصا ده ثاني حكم يحصل اضطهاد ضد الصحفيين في اسبوع تاني
فكان الحكم صادم جدا، لكن في الوضع المختلف في القضيه اليوم، وهو امر يعني مدينة ندركه، بنحاول نتواصل مع محامين الخاصين بالزميل عبد الرحمن، لانه عندما تم القبض عليه كان هناك اتهامات خاصه بممارسه عمله الصحفي، لكن يبدو الان ان الحكم تم ازاله الاتهامات الخاصه بالعمل الصحفي، وتم ربما تنسيق قضايا سياسيه اخرى لابتعاده عن المجال او الاهتمام الخاص بالمنظمات الدوليه. ولكن انا بنرى ان في بعض البلدان بيتم اللجوء الى استخدام بعض القوانين الجنائيه للوقيعه بالصحفيين، حتى لا يتم احتساب حالات الانتهاك دي على انها انتهاكات ضد الصحفيين، لكن حاله انتهاك الوضع في قضيه عبد الرحمن شبيه واضح جدا انها بسبب نشاطه وعمل الصحفي في صحيفه الحريه والعداله. هو اهله حتى قالوا انه المحامي لم يعرف بالتهم، ولم يعرف بميعاد النطق بالحكم، ولم يكن له محامي اصلا ليمثله. للاسف فقدنا الاتصال بالاستاذه شيماء ابو الخير مستشاره اللجنه الدوليه لحمايه الصحفيين، ومعنا ايضا عبر الهاتف من القاهره رشا لطفي الناقده الفنيه. استاذه رشا اهلا وسهلا بيكي. ايه تعليقك على منع مسلسل اهل اسكندريه من العرض؟ بدايه هو مش مستغرب ان النظام حاليا مسلسل اهل اسكندريه اللي مشارك فيه بلال فضل كتابه وعمرو واكد وبسمه احد رفقاء ميدان 25 يناير. كملي، احنا سامعينك كويس، اتفضلي. انقطع الاتصال ايضا بالناقده الفنيه رشا لطفي. وكنا نتحدث عن اسباب منع مسلسل اهل اسكندريه للكاتب بلال فضل وتمثيل عمرو واكد والفنانه بسمه من العرض في ثلاث قنوات تقريبا ممنوع من العرض تماما في مصر. بلال فضل زي ما قلنا علق على الموضوع وقال انه ما تفرجوا بقى كمان بالمره عن مبارك وعن حبيب العدل. نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي احساسهم بمناخ الحريه، حريه التعبير وحريه الابداع في مصر بعد الانقلاب العسكري، مع الزميل عمرو احسن. طبعا. كمان على ذات النسق زين، يعني كما كانت هناك هاشتاجات بعنوان الحريه لصحفي الجزيره، ايضا هناك هاشتاج يتم تداوله الان، الحريه لعبد الرحمن شاهين، تضامنا مع صحفي قناه مصر 25 الذي تم الحكم عليه. لكن خلينا ننتقل الى ما هو اوسع، الى قضيه الحريات في مصر، مع ابو زياد الحمزاوي الذي يقول على صفحتنا: أن تكون صحفيا ليست جريمة، وأن تكون مصريا ليست تهمة، لكن في ظل الطغيان أن تكون إنسان فهي أم الجرائم. يسقط حكم الطغيان على هاشتاج مصر الليلة. عبد الرحمن يقول: ما هو ده قمة الإعجاز العلمي، بحرض على العنف والقناة مغلقة منذ أول دقيقة في الانقلاب، يقصد قناة مصر 25. محمد جلال شوقي يقول: أحلى حكم وأحلى خبر، بس كان مفروض يبقى 10 سنين مشدد. هو يطالب بتغليظ العقوبة على عبد الرحمن شاهين. عبد الله علوي يقول: دي بشرة خير. أما التدوينة التالية أيضا على فيسبوك: سجن عبد الرحمن يقصد شاهين، إهانة للصحفيين. على تويتر ننتقل سريعا أيضا على حسابنا، محمود راسلنا يقول: طول ما العسكر موجود تبقى محاولات سياسة التعتيم الإعلامي والتدوينة. الأخيرة مع حرية فريد تقول: محاولة فاشلة لحجب الحقيقة، التطبيق الحرفي لكلمة إرهاب، ولكن هيهات، سيتحول عامة الشعب إلى صحفيين، مزيد من حضانات الصحفيين في هذه المجتمعات. زين، أشكرك شكرا جزيلا عمرو حسن. وعادت إلينا من جديد رشا لطفي الناقدة الفنية. كنا نتحدث عن مانع مسلسل بلال فضل وعمرو واكد والفنانة بسمة، مسلسل أهل اسكندرية. يعني اشمعنى الثلاثة دول؟ يعني الثلاثة دول ضد الانقلاب ببساطة شديدة جدا. هم ضد الانقلاب العسكري، هم كانوا ضد الإخوان وأعلنوا ده، بس هم كمان ضد العسكر. هم كانوا من فريق برضو كانوا بيؤيدوا 30/6، وكانوا من رفقاء ميدان 25 يناير. خلاص من حكم الإخوان، وليس عودة العسكر مرة أخرى إلى سدة الحكم في مصر. هم ضد الاستيلاء على الحكم في مصر من قبل العسكر. في تصريح شهير جدا لعمرو واكد قبل الانتخابات بثلاث أيام، قال فيها: السيسي أرقص الشعب. السيسي أرقص الشعب، وده سبب كبير وخلاه يخرج بره مصر قبل الانتخابات، لأنه قال السيسي أرقص الشعب وضحك عليه. فهو
بيدفع حاليا عمرو واكد، وطبعا بسمه معروف انها ضد الانقلاب مع زوجها دكتور عمرو حمزاوي، وبلال فضل منع من الكتابه بسبب مقالاته المناهضه للعسكر. سجلاتهم تشهد بان هم ضد العسكر، زي ما كانوا ضد الاخوان هم ثابتين. وفي السياق ده احب اقول ان خالد يوسف اللي هو حاليا موالي للعسكر كان افضل حظا منهم، لان في افلام لخالد يوسف اتعرضت في زمن مبارك زي هي فوضى وحين ميسره، كانت بتنتقد النظام وكانت بتنتقد رجال الشرطه، وكانت احد الممهده الاسباب الممهده لثوره 25 يناير. بس للاسف يا خالد يا يوسف، رفقائك في الميدان وحظهم الاخبر اوقعهم في هذا العصر اللي انت احد رجاله. طيب يعني ده بيقول ايه بالنسبه لمناخ الحريه والابداع دلوقتي في مصر؟ هل الحر، هل مناخ الابداع في مصر دلوقتي ممكن يكون الفنانين خرسوا طبعا بعد ما كانوا السنه اللي فاتت في نفس هذا خرجوا عن بكره ابيهم لما رئيسه الاوبرا تم عزلها من منصبها، وكانوا قبلها خرجوا برضه لعادل امام في قضايا الحزبه وغيرها، ولكن في خرسوا وكأنهم لا وجود لهم، ولا وجود لنقابة ممثلين، ولا وجود لأي شيء. وتم إطفاء هنا من الشرعية على المنع ضمن شركة الإنتاج الكويتية، علشان يقال في الآخر دي مشاكل وتعثرات إنتاجية وإحنا ملناش دعوة. أشكرك شكرا جزيلا رشا لطفي الناقدة الفنية، وأعود سريعا إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ صلاح بديوي. ده هيودي المشهد حرية التعبير لفين في مصر؟ السؤال الأولاني خالص بقى. هو بيودي حرية التعبير حاليا احنا ما عندناش، يعني احنا ما لا نملك قوانين للحريات او للحقوق بعد الانقلاب، انما نملك تشريعات لتبرير العدوان على الحريات اللي موجودة في مصر حاليا. وبالتالي في خلاص هو احنا داخلين على دولة بوليسية، دولة طغيان، ما فيش فيها اي حرية للآخر، لأما تمشي مع النظام البوليسي لأما لا حرية لك ولا حقوق قانونية لك بأي شكل من الأشكال موجودة في مصر. يبقى هو ده اللي ظاهر بالنسبة لنا حاليا، وهو الوضع اللي بنعيشه حاليا. ومش ممكن البلد هتتقدم أبدا في ظل هذا الأطار يعني، أو في هذا المناخ السيء. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح بديوي الكاتب الصحفي وعضو مؤسس حركة صحفيون ضد الانقلاب، وكان يفترض أن يكون معنا أيضا هشام يونس عضو نقابة الصحفيين، لكن يبدو أنه أغلق هاتفه أو فصل شحن بعد الاتفاق معه. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مصر الليلة، وتابعنا فيها هذه الموضوع. 5 تفجيرات محدودة في مترو القاهرة بالتزامن مع دعوات للتظاهر في ذكرى مرور عام على الانقلاب العسكري الأسبوع المقبل. والداخلية تسارع إلى إلقاء التهم على الإخوان، وقوى سياسية ترفض الاتهامات وترى شماعة جديدة لتشديد القبضة الأمنية. السيسي يغلق الباب أمام انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ويصدر قانونا بأن يكون تعيينهم في يده. هل هي محاولة لتقويض استقلال الجامعة ولماذا؟ بعد إعلان السيسي تبرعه بنصف راتبه وممتلكاته لصالح مصر، إعلاميون يفتحون باب التبرع على الهواء، ورجال أعمال متهمون بالتهرب الضريبي يستجيبون، ونشطاء يتساءلون عن مصير التبرعات السابقة. بعد سجن صحفي الجزيرة، حكم جديد بالسجن على الصحفي في السويس عبد الرحمن شاهين. وعلاء الأسواني يعلن توقفه عن الكتابة ومنع مسلسل تلفزيوني من العرض لأنه ينتقد فساد الداخلية. فإلى أي مدى وصلت حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر؟ حتى ليلة مصرية أخرى وسهرة، نتمنى أن تكون أفضل من سابقتها. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.